والله ما هما اللي تشوف لي سيز ايكيب بيان سور وقت يترشحوا تشامبيونز ليغ كل ايكيب عنده حظوظ، ما ترشح الشامبيون ما ترشح الفاز دي بول كان ما عنده امكانيات وعنده دي زاتو، ولكن طبيعي جدا انه ثم فريق اللي عندها اكثر معناها تقاليد، عندها اكثر خبره في بالنسبه لنا احنا جمعيه معناها المجموعه نورمالمون ظاهرين تظهر متوازنه، ما هي على شرط نحن نكونوا نحن اللي يهمنا هو نحن اون بيزوان دو ريكروتي دوز اتاكون دو بوانت مهم بريزيلي دوز اتاكون دو بوانت اللي يكونوا باش يعاونوا الاولاد مع متراني مع الاولاد باش نجموا نمشيو لقدام، خاطر لي كومبارتمون الاخرين الحمد لله قاعدين يكربيو دونك لازمنا دوز اتاكون هذايا ما فيش حتى شك.